أنا كنت أشتغل في الأرض تبعتي، فصار معي ضربة في رأسي في شجرة الزيتون، كسرت ركبتي. هسا نقلوني على المركز هان. في المركز هان طبعاً ما فيش لا يعني خدمات صحية طبعاً أولية باعتبار شيء، فبدهم ينقلوني على المستشفى. المستشفى يعني الوصول إليه صعب، يعني بتعاني من شغلات كثيرة حتى تصل المستشفى. فما وصلت المستشفى واللي صارت الدنيا المسحة. استغرق وصول يوسف البيروتي من قريته قصرة إلى مدينة نابلس للعلاج مدة ساعتين ونصف من الزمن ذاق خلالها الأمرين جراء حواجز الاحتلال وأزمات السير، رغم أن قريته قصرة لا تبعد عن نابلس سوى 25 كيلومترا. هي معاناة الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في قرى جنوب نابلس التي تفتقر لمركز طبي حكومي يقدم خدمات متواصلة. احنا بكرة جنوب نابلس ما في عنا مركز صحي بحكومي يعني بوصل المريض عليه انه ياخذ العلاج بالوقت المناسب. يعني هي في حواجز ما بتعرف امتى الحاجز بيكون مسكر امتى بيكون فاتح. كمان يعني هذا الاشي صار من 7 اكتوبر وبعد، هو صحيح كان قبل بس انه بعد برضه. فيا ريت نتمنى انهم يعملوا مركز لجنوب نابلس حكومي برضه. بتعرف الناس الحاله الماديه والاقتصاديه مش كل واحد بيقدر انه يروح على خاص. اي شيء قاعد بصير في البلده يعني بعيد بعيد جدا تنصل نقدم له اي اسعافات، مجرد الاسعافات الاوليه ناقصه عنا. يعني اي مواطن بحاجه لاسعافات اوليه في الوقت الحالي، يعني عنا الختياريه، كبار السن، النساء، الولادات، جميعيات، يعني بدنا وقت تنصل في ظل المخاصيم الموجود إلى مدينة نابلس. لا يوجد عندنا مراكز طبية أو مراكز صحية مؤهلة، لا يوجد عندنا إمبالانس ينقل، يعني بنستنى إمبالانس عقربة أو إمبالانس كبلان أو إمبالانس كريتو يمكن يغدا طالع في يجيب حالات أو في حالات أو فيها. أنت مناش نحكي عن الإصابات، إن كذلك في أمراض وكبار سن وعندنا طريق البلد مسكرة، في عنا يعني حالات ولادة بتصير وصعبة، في عنا ناس بتصيبهم مثلا جلطات وصعب تنقلهم. هاي المنطقة تنقصها مراكز طبية أولية أكل ما فيها. يتجاوز عدد سكان قرى جنوب نابلس 100,000 نسمة، ويفصلها عن نابلس مجموعة من الحواجز، كما أن غالبية القرى محاطة ببؤر استيطانية وتتعرض لاعتداءات مستمرة مثل الساوية وقبلان ويتمة وقصرة ودومة وقريوت وجالوت، عدا عن مشكلة أزمات السير التي تعيق وصول المصابين بسهولة إلى مستشفيات المدينة. وبالتالي هذه المنطقة يعني فعلا بحاجة وبحاجة ماسة جدا لأن يكون في هناك مركز صحي حكومي يعمل يعني على مدار الساعة. والأحداث الأخيرة أكدت هذه المطلب وهذه الحاجة، ومنها كثير من الجرحى اللي كانوا في قصرة أو في مدخل البلد عندنا أو في يتمة أو في القرى المجاورة. يعني لو كان في هناك فعلا مركز صحي بخدمات كاملة متكاملة فعلا راح يكون يوفر علينا مش بس جهد، ممكن حتى يعني ربما يعني ينقذ حياة الناس هاي اللي هي بحاجة وبحاجة ماسة لأنها تأخذ العلاج على المكان في مكان قريب جدا. قصرة وغيرها من المناطق هاي جنوب نابلس تعرض يوم يوم لاعتداءات، يوم يوم إنه في كمان مرضى، كمان في ناس بحاجة لغسل كلى، في ناس عندها بحاجة لمراجعة مستشفيات يوميا. يعني في أمور كثيرة بتعاني منها هذه البلد المنطقة بشكل عام. إذا بدنا نحكي عن منطقة قصرة، قصرة فيها عيادة صحية من الخمسينات لم يحصل عليها أي تطوير جوهري. تفتقر منطقة جنوب نابلس للكثير من الخدمات، لكن أهمها هو افتقار المنطقة لوجود مركز صحي فيها،
وإنجاز هذا المطلب من شأنه ضمان صحة المواطنين وتوفير الوقت والتكاليف واختصار الأعباء عليهم.